لكن ايه اللي حصل وبدأت امتى الحريق؟ الحريقة بدأت امبارح حركة الساعة 8:30 كده، بدأت من الحتة دي وموصل ان النار تقريبا ماسكة كهربائي، ونزلت هنا طبعا النجوم يطفوا وملحقوش مع الهدوم والحاجات دي، يعتبر بترول ملحقوش، الدنيا ولعت في بعضيها كده، اللي خافوا على نفسهم النار بتنزل من فوق، خافوا على نفسهم جريوا. داخل المعرض في محلات كتير، ما يقارب كم محل؟ حركة ما يقلش عن 65 محل. 65 محل اتدمروا بشكل كامل. محلات شايف حضرتك، صور حضرتك، مش محل يعني، هم محلين اللي هم اول المعرض او ثلاثة بس، لكن كله بص حضرتك، صور حضرتك كده و... كله الضم. المحلات عبارة ثاني. المحلات عبارة عن ايه داخل المول؟ لا بص، محلات، المحل اللي ده كان كله مثلا بقى ادوات منزلية. انا حضرتك معايا محل ملابس حريمي، ومعايا محل طراح، في محلات بيتي، في محلات اطفالي، في محلات احذية حريمي واحذية رجالي، في كل اي حاجة تفطر على بالك، حاجات عايزها العرايس، في رجالي قميص وبنطلون، كله موجود، عبايات سودة. لو بنتكلم بحجم الخسائر داخل المعرض تقدر بكام؟ لا ده ما ملايين بقى، كل اقل محل المحل اللي ما فيهوش بضاعه فيه ب 500,000 جنيه. مع الاسعار الغاليه دلوقتي، لا مثلا لو يكن انا ببيع مثلا جيب بلوزه، تلاقي طقم دلوقتي اقل طقم ب 700 جنيه مثلا، بنطلون على مع الاسعار اللي ارتفعت دي، فتلاقي اقل محل اللي ما هو ما عندوش بضاعه على قده ممكن تلاقي عنده ب 500,000 600,000 جنيه. في انا اعرف ان في محلات مثلا بتاع المنزل ده ممكن يعدي 3-4 مليون. ماشي، في محلات منزل ثاني، في ناس خسرانه ممكن 5 مليون. في ناس خسرانة أكثر من 5 مليون. ربنا عوض على الناس كلها وعوض علينا إن شاء الله وصبرنا بإذن الله.